والآن مع المتسابق الأخير في هذه الفترة، الأخ القارئ يتورى يوسف من الجابون، ويتقدم بفرع تلاوة القرآن الكريم وتجويده برواية حفص عن عاصم. اقرأ، تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون
أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله خاتمة كل خير وتمام والصلاة والسلام على نبينا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام صلاة وسلاما متعاقبين على الدوام وهكذا أيها الأحبة الكرام بقراءة الأخ القارئ يتورى يوسف من الغابون نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة